مساء الخير وأهلا بكم، وهذه الحلقة التي سيتوقف بعد البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك والعيد أيضا، ويأتيكم إن شاء الله مباشرة بعد العيد. هذه الحلقة الأخيرة قبل رمضان كانت مخصصة كالعادة للشأن المحلي، لكن الأحداث اللي شفتوها اليوم الأحداث التاريخية بمعنى كلمة تاريخية، التاريخ اليوم يمسك القلم والورقة ويسجل ما يتم في سوريا، وكل هذه البطولات وكل هذه الأمجاد التي يصنعها الثوار السوريون. نستطيع من هذه الليلة أن نقول للناس عيدكم مبارك. الثوار شاهدوا الهلال، أول من شاهد هلال شوال هم الثوار في سوريا الأبطال، عندما دخلوا إلى الشام وقاموا بهذه العملية النوعية الفدائية المتميزة لا يقدم عليها إلا ثوار سوريا فقط، لا أحد غير ثوار سوريا، مع كل التقدير والاحترام لبقية الثوار، ثوار سوريا فقط الذين قابلوا الفيتو، رفع في وجههم الفيتو فرفعوا السلاح وقالوا بيدي، لا بيدي عمرو ولا بيد مجلس الأمن إطلاقا، بيدي أخذه. اليوم ما تم في عندما تم تفجير بعملية نوعية كما قلت لكم، كم تم تفجير مبنى ومقر جهاز الأمن القومي هناك في سوريا، وقتل عدد من أهم قادة ويعني النظام السفاح في سوريا. آصف شوكت نقول أول واحد، لأن صهر الرئيس هناك بعض المناصب لا يغرك اسم المنصب، وزير دفاع أو وزير داخلية، لا، أنت من أنت بالنسبة للرئيس آصف شوكت؟ إذن هو صهر بشار الأسد ويكفي هذا المنصب، يعني حتى لو ما كان عنده أي منصب آخر، ما عنده لا مناصب عسكرية. ووزير الدفاع داود عبد الله راجح العماد، وحسن تركماني معاون نائب رئيس الجمهورية، والمصابون ناس يتكلموا عن وفاة، يعني الأخبار إلى الآن ما استقرت، عن وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار. اليوم نقول كما يقول الشيبان، وصل الميسم رقبة البعير. دخل الثوار إلى الشام بعد كل هذه، يعني من 16 شهر، سنة وأربعة أشهر، والنظام والثوار عزل، النساء تقتل، الأطفال حمزة الخطيب قتل وبأشنع طريقة، المسيرات ماذا حدث لإبراهيم قاشوش الذي كان يغني بين الثوار وقطع رقبته وإخراج الحنجرة بلعومة، كل هذه المناظر سنة وأربعة أشهر والله لا يصبر عليها إلا السوريون. السوريون الآن 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 يرقصون في الشام. وأجزم أن بعد هذه العملية النوعية وبعد أن دخل السوريون والثوار السوريون الأبطال إلى الشام، أجزم بأن الأبطال من الثوار وشبابهم يتسابقون على شرب فنجال بشار الأسد. أيام قبل الحروب السابقة بين القبائل كان يقف، يقولون كبار السن لصباب القهوة، قم وصب فنجال فلان الفارس فلان من الخصم من العدو، ووقف بين الشباب، فيوقف بين الشباب فيقولون الشيبان من يشرب فنجال فلان، يختارونهم فارس من العدو فيتسابقون الشباب. الآن أجزم أن ثوار سوريون يتسابقون على شرب فنجال بشار، وهناك من تحدث عن 48 ساعة، وهناك من تحدث عن أسابيع. يعني المتوقع وكما يرى ويقرأ المحللون المتابعون للشأن السوري الذين ظهروا أمامكم في الشاشات، يقولون بأن المسألة لم تعد طويلة وأن الحسم قرب جدا جدا. لذلك تلاحظون الآن، يعني واحد طلع على الجزيرة، ضابط سوري من رتبة كبيرة في اسطنبول، مكتوب فوق هو يعني فوق صورته من اسطنبول، إذن هو أحد الهاربين إلى أو المنشقين إلى اسطنبول عشان يمد الثوار بالمعلومات والمعلومات، فيتحدث يقول وردتني معلومات على كلامه، يمكن شاهدتوا هذا الأمر، عن أن القاعدتين المخصصتين للأسلحة الكيماوية والبيولوجية سيتم تفعيلهما، وأن الأسلحة الصواريخ متوسطة المدى اللي تحمل الرؤوس الكيماوية والبيولوجية بدأ العمل فيهما في هاتين القاعدتين، وقال أن العساكر أعطوا المضاد للكيماوي والبيولوجي وأعطوا صرة الكيماوي أو يسمونها صرة البيولوجي، وأعطوا الكمامات والجرعات اللي خذوها مضادة. هذه
قد تكون حرب إعلامية وقد تكون حقيقية، لأن هذا النظام لا يتورع ولن يتورع أبدا عن استخدام أي شيء ضد شعبه. كلكم شفتوا لن يتورع إطلاقا، يعني الناس يستبعدون يقولون لا أعوذ بالله كيماوي ما يستعمله. هذه أنظمة لا تعترف إلا بكراسيها ومصالحها. حلبجة شاهدة، صدام حسين وحلبجة شاهدة، الأكراد والأنفال، بشار الأسد أشد وأنكى وأمر مما يعني فعل في شعبه، أشد وأنكى وأمر مما فعله صدام، وكلاهما سفاح لا نقاش في ذلك. والحديث عن وأكثر السفاحين، أكثر السفاحين من تجدهم يتحدثون يعني صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء عن إسرائيل، ولا طلقة أطلقت على إسرائيل. بالعكس بالعكس، الآن الفرق اللي كانت على حدود إسرائيل في الجولان تراجعت وانسحبت إلى دمشق. ليش؟ حماية الرئيس. الإعلام الإسرائيلي لا يكذب على ربعه، مو مثل الإعلام السوري. الإعلام السوري ما زال يطنطن ويدندن ويقول لك لا ما في شيء، الإصابة خفيفة وطلعت متوفي الواحد، فلان إصابته خفيفة طلع متوفي، كذب كالعادة. وطبعا روجوا بطريقة غير مباشرة أن بشار نفسه هو اللي أعدمهم، أن الثوار ما عندهم ذيك القدرة أن يدشون يقتلون يقطعون أجنحة وأطراف بشار عبر قتل قادة أجهزة الأمنية. لا، بشار هو اللي قتلهم. ليش؟ حفاظا على البيت، حفاظا على الحكم، حفاظا على النظام. بكرة أراهنكم بأن بعد ما وبشار معلق على أسوار دمشق سيقولون بشار هو اللي مسوي هالشكل في نفسه حفاظا على النظام وحماية النظام. أي كلام، ما في احترام العقول. الإعلام الإسرائيلي يقول لك أيام بشار أو الأوضاع في الشام لم تعد مستقرة وخيوط اللعبة افترتت من يد بشار. أعتقد بأن هذا هو النظام الأول، النظام الإسرائيلي هو اللي قاله في إعلامه. الكلام هذا طلع من كثر المعلومات، الناس صار عندها يعني تضخم بالمعلومات. الناس في الكويت وفي الخليج وفي يعني غالبية الشعوب العربية المحبة للحرية يحتفلون بطريقة تويتر أحس أنه مطلع ألعاب نارية. تويتر لم يعد ينقص إلا ألعاب نارية، تضيء بس سماء تويتر فقط، ولا في احتفالات أشعر يعني تشعر أن الواحد هو كاتب تغريدته تشعر أنه قاعد يرقص لشدة الفرح. الناس تباشرون، يعلمني واحد من ربع وأنا جاي للحلقة دق علي تليفون قال أبو سلمان والله منظر والدتي أو كلام والدتي أول مرة أسمع بهذه الطريقة. قلت شلون؟ قال دقت علي تعلمني ما تدري أني عندي تويتر، تعتقد أني إذا كنت بعيد عن التلفزيون أني ما أدري عن الأخبار. فتقول يا ولدي تعال، يقولون بشار ذبحوا عيال عمه وذبحوا ربعه ويقولون وضعها الحين هو زين. فيقول عطيت على جوها، يقول طريقة كلامها، ترك كل مضمون الكلام، يقول طريقة كلامها وكأن الأمر يعنيها بالصورة مباشرة. قلت هو بالفعل يعنيها، هو بالفعل يعنيها، لأن ما يحدث في سوريا والله لا يقبل به حتى أعداء المسلمين، مش بس كل مسلم، أي إنسان في ذرة إنسانية، بقايا إنسانية. ما عليكم المؤيدين لبشار، هذا يبوق خيمة، هذا ما يبوق خيمة، كلهم حرامية ولصوص. كل إنسان في ذرة بقايا إنسانية لن يقبل بما حدث وسيفرح لانتصار الثوار. وعسى 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 أن نشاهد الثوار يقدمون لنا أضحية العيد، العيد الأضحى، وإن شاء الله قبله يبكرون مثل ما بكروا لنا في عيد رمضان، عيد الفطر يبكرون لنا في عيد الأضحى، وهم أبطال إن شاء الله ويؤزرهم الله بنصره بإذن الله. القصائد كثيرة، يعني انتقينا بعض القصائد بالعامية يقول لك واحد، هذه بحط الأولى لأن جاز لي فيها مقطع مقتبس، يقول ما نحتمي بالفرس والروس والصين، الفرس مؤيدين، الروس والصين والفيتو اللي تعرفونه، ما نحتمي بالفرس والروس والصين يوم احتمى بشار في كل هيه حمزه مشينا من ديار المحبين. قصيده راكان بن حذلين، المقطع هذا، حمزه مشينا من ديار المحبين ما عاد باقي للنشامه بقيه. واحد ثاني يقول يا حمص لو تدرين وش حال بشار. طبعا حمص تقريبا البعض يقول بانها هي عمود الثوره. يا حمص لو تدرين وش حال بشار، أو حلب أنا نسيت الآن، يا حمص لو تدرين وش حال بشار صار يتنفس رعب ويعيش في رعب. هاليوم للتاريخ يا شام الأحرار،
أسود على بشار وأبيض على الشعب، وأنا أشهد على ذلك والناس تشهد على ذلك. ثالث يقول: بشار ولا زمان الصمت والتهبت. هذه باللغة العربية: بشار ولا زمان الصمت والتهبت، دمشق تجزيك نار القتل بالنار، دماء أطفالنا سالت بها شرفا، أما دماكم فوحل الخزي والعاري. يقول واحد رابع: هبي على شام العرب يا عواصف، هاتي لنا من شام الأحرار الأخبار، مات الوزير وتركماني وآصف، متى على الله نسمع بموت بشار. أما بشار الذي فتحدث إلى بشار، بشار يخاطب بشار، بشار بن برد يخاطب بشار بن حافظ. يقول بشار بن برد: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، إذا الملك إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه، وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى وبالشوك والخطي حمر ثعالبه، غدونا له والشمس في خدر أمها تطالعنا، والطل لم يجري ذائبه، بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه، وتدرك من نجى الفرار مثالبه. ويقول الشيخ سعود الشريم إمام الحرم، هذه قصيدة جميلة: بشار أبشر أبشر بالبواري أقولها. هي قصيدة طويلة بحاول أقرأ منها بعضها: قد كان ربك شاهدا وحسيبا بشار، إن الذل يأتي بغتة ليصير عز الظالمين نحيبا، هل كنت يوما في البلاد حمامة أو كنت يوما في الزمان طبيبا. هم يقولون طبيب، والله ما أدري عاد، هم أخذ شهادته طبيب ويفعل ما يفعل. المهم القصيدة طويلة والناس تحتفل هذه الأيام، وهناك من يتحدث عن قرب حسم المعركة وقرب انتصارها، وإسرائيل يعني تتحدث. ركزوا، أنا يعني من الناس اللي يقولون تابعوا الإعلام الإسرائيلي، لأن الإعلام الإسرائيلي يحترم المتابع الإسرائيلي أكثر من ما يحترم الإعلام الرسمي العربي. بعض القنوات طبعا مصداقيتها، لكن هناك من يتحدث عن البيولوجية والمخازن الأسلحة البيولوجية والكيماوية كما ذكرتكم قبل قليل. عموما البيولوجية، القنابل البيولوجية أو الأسلحة البيولوجية يسمونها سلاح الفقراء النووي. اللي ما عنده القدرة أن يسوي سلاح نووي ولا تسمح للدول الكبرى يسوي سلاح نووي، دائما تجدها هذه الأسلحة النووية في مخازن الأنظمة القمعية. أما الكيماوية عادة هي أسلحة من الغازات الخانق، واللي يسبب تخثر في الدم، واللي يسبب عمى، واللي يسبب كذا، واللي يسبب، والقاتل غالبية قاتلة، اللي تضرب الجهاز الهضمي، تضرب الجهاز التنفسي، تضرب الوجه، يطلع يعني جروح في 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 ظرف ساعات مباشرة. فهذه الأسلحة الكيماوية. الأسلحة البيولوجية اللي هي الجراثيم، والجراثيم أسهل شيء صناعة الأسلحة البيولوجية، كما يعني يعرف يعني اللي درسونا إياه أن الأسلحة البيولوجية يمكن البرميل ما يكلف دولار واحد، برميل السلاح البيولوجي ما يكلف دولار واحد، يكفي أن تجمع أجلكم الله القاذورات مع بعض الحيوانات النافقة مع بعض بقايا البشر، حطهم وبطريقة معينة تطلع جراثيم أجلكم الله، لأن الإنسان تعرفون في كمية من الجراثيم، فتطلع بس بعضها غالبيتها مفيد، تطلع كمية من الجراثيم. هذه الجراثيم تعبى بطريقة معينة وتحفظ بدرجة حرارة معينة، ويمكن استخدامها مجرد أنك تفتح هذه المخازن، هذه البراميل في منطقة كفيلة بأن تسبب الكثير من الأمراض البيولوجية للفقراء، ولا نستبعد أن يستخدمها بشار الأسد. وهذا ما يطنطن عليه الغرب، أمريكا وطبعا كل حماية لإسرائيل، أمريكا وبريطانيا وربعهم. لكن بإذن الله يتوصل الأحرار إلى يعني يسقط الأحرار النظام الفاسد السفاح قبل أن يتم استخدام هذه الأسلحة على البشر، على البشر العزل، النساء والأطفال. وأجمل اللقطات التي شوهدت اليوم هي لقطات النساء اللواتي يزغردن فرحا، الثكالة والأرامل. ولقطة جميلة أيضا ننقلها لكم من القذافي، نعيدها لكم، شاهدتموها كثيرا وكثيرا جدا، نعيدها للتاريخ فقط، لأن الشعوب عندما تقرر وعندما تصبر تنتصر. القذافي في 2008 في القمة العربية اللي في القاهرة قال كلام ولا أجمل منه، رغم أنه معمر القذافي إلا أن كلامه كان من أجمل ما يكون. أعطونا إياه.
ممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. يمكن الدور جاء عليكم كلكم. يقول لك لا يا معمر قذافي، لا الدور فعلا جاء عليهم، باقي يعني ماشي الحصاده بتحصد. وبشار يضحك، اجزم انه في هذه اللحظات لا يضحك، اجزم انه لا يضحك، واقسم انه لا يضحك هذه اللحظات. وهناك من يتحدث عن ان بشار الاسد هذه اللحظات مختفي، مختبئ في مكان ما، ما أدري، أنا أقول ابحثوا عنه في جلكم الله في الأماكن التي تعرفونها، قد يكون مختبئاً أو قد يكون أصيب في بطنه في بعض الأمور. بعد قليل يعني الحلقة كانت مخصصة كما قلت لكم عن الشأن المحلي الكويتي، لكن بعد هذه الأحداث علينا إلا أن تكون مواكبة لما يحدث للحدث التاريخي الكبير في سوريا والمجد الذي يصنعه السوريون. سأستضيف بعد قليل إن شاء الله المحلل السياسي صالح السعيدي، زميل في الصحافة الكويتية، وله دراسة عن سلطة العلويين وعن كيف وصلوا ومفاصل النظام هناك والدائرة الضيقة وأسماء، هل يتأثر النظام ويسقط النظام إذا سقط راجحة وما راجحة، أو أن تأثير آصف شوكت أكثر، والناس البدلاء الذين يأتون بعدهم وزير الدفاع البديل والذي سيأتي بعد آصف شوكت، ما مدى قوتهم وتأثيرهم على النظام، ومناف طلاس اللي يعني استطاع الهروب، استطاع التخلص من النظام وهرب، هل له تأثير؟ هل يمكن استخلاص المعلومات منه؟ معلومات كثيرة جدا من الداخل السوري نشرها زميل ضيفنا في دراسات نشرت في الصحف العربية والمحلية وظهر وتحدث فيها في القنوات العربية. سنستضيف إن شاء الله صالح السعيد ونتحدث معه عن ما يتم داخل النظام، نظام الحكم السوري، وعما يتم داخل سوريا وعن تأثير ذلك على الإقليم بعد الفاصل إن شاء الله.